طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. تواصل أمسية هذه الليل الجميل في سن اللقايا، في يوم الرموز، في يوم الانطلاقات الجميلة، في يوم هذا الملتقى ما بين أبناء القبائل، أبناء الخليج القادمين في مهرجان فزاع، في هذه الانطلاقة في المرموم في دبي. انطلقنا في هذه اللحظات مع سادس الأشواط، مع سادس الأشواط الذي المهجنات اللقاية الأبكار، وبعد هذا الشوط ننوه للتتويج للفائزين بالرموز. بعد نهاية هذا الشوط السادس مباشرة إلى المنصة وإلى التتويج أهل الذهب. في هذه الانطلاقة انطلقنا مع الشوط، انطلقنا لنتعرف، انطلقنا لنتابع، انطلقنا لناتي بالمركز الأول مع شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. المها 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 عمر بن سليم بالدودة العامري على رأس الحربة، تلي المها المركز الثاني، تتواجد انذار، انذار والسوت بالابكار، حمد بن محمد بن فهد العجمي ياتي على ثاني المراكز، سودة على المركز الثالث، سالم بن بخيت بن غنام الهاملي على ثالث المراكز. المركز الرابع مشاهدين الاعزاء في هذا الانطلاق، هناك التدخل في هذه، هناك تدخلت في هذه اللحظة مذخورة مذخورة أحمد بن سيف بن سهيل الدرعي، ولكن هناك دخول من قبل سرايا لمحمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي يأتي بهذا الانطلاق. بينما هنا التواجد والتحدي على المركز الخامس، هذه زعفور سعيد بن عبيد الحميري يقدم زعفور، بينما المركز السادس أشوف الوصول على المركز السادس الفاتنة مبارك بن سعيد برميدان العفاري يتقدم في هذه اللحظات. بينما هنا التواجد من شهب مبارك بن راشد بن غميس الشامسي يتقدم في هذه اللحظة، والمركز التاسع الريم، الريم جابر بن جابر بن عجيان المرياتي في المركز التاسع، والمركز العاشر هذه تواجدت مشاهدي العزاء غاية عبد الله بن راشد بن مصبح بن راشد السعدي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في شوط المهجنات أشواط ما بعد الرموز. لا تغل أهمية، تحمل كذلك الكثير والكثير من الجوائز القيمة والثمينة، جوائز السيارة وجوائز المبالغ الغيمة، وتحمل الزعفران كذلك في مهرجان سمو ولي عهد دبي حفظ الله. نغطة يتمناها الجميع، نغطة يتمناها الجميع، يتفاخر بها الكل من المشاركين. عودة بعد العشر المراكز، عودة إلى مخرجنا، عودة إلى شاشة دبي ريسنج الكادر العلوي. شوف التجمع والوصول، هناك هناك مذخورة مذخورة أحمد بن سيف بن سهيل الدرعي على مقدمة الشوط، والحميري الحميري الحميري يتواجد ويقدم لنا زعفور. سعيد بن عبيد الحميري مع زعفور اللي تنطلق على المركز الثاني، المركز الثالث الريم، الريم جابر بن عجيان بن محمد المري يتقدم كذلك على المركز الثاني، غير على المقدمة، ولكن هنا الوصول، هنا الوصول من خوفه خوفه علي بن عبد الله بن سيف الاكتبياتي مع خوفه، يقدم خوفه في هذا الشوط، في هذا الاندفاع والتواجد في هذه اللحظة من قبل سودة، سودة تاتي سالم بن بخيت بن غنام الهاملي يتواجد يتقدم، ولكن هناك الشاعر وشعاره، هناك تدخل بقوة بقوة من مجهولة، مجهول
مجهول مجهولة، زايد بن حمد بن علي العويسي يقدم مجهولة في هذه الانطلاقات. وصلت كل الأسماء، بدأت الأمور، بدأت لائحة الإعلان تبين الألف وميتين يا أبو حمد، الألف وميتين، الألف وميتين. شوف المتابعين، شوف لوحة الإعلان، شوف الانطلاقات في هذا الاندفاع. عودة إلى المركز الأول، الريم جابر بن عجيان بن محمد آل جحيش المري، آل جحيش المري على مقدمة الشوط ينطلق. والشاعر على المركز الثاني حمد بن علي الحويسي يقدم شعاره كذلك، يقدم منافسة جميلة. مجهولة 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 على المركز الثاني بن زيتون، وصلوا وهالمنازف، وصل من يشكل الفنون بن زيتون في هذه الانطلاقات. والمركز الثالث شوفه، المركز الرابع شوفه، صعايب صعايب علي بن سلطان بن علي بن الهناوي الاكتبي، او علي بن سلطان الاكتبي عموما، بن علي الاكتبي خلاص لمن زعفراني هذا الشوط، من زعفراني هذا الشوط، جائزة هذا الشوط، سيارة هذا الشوط الأقرب لها الشاعر. يلا يا أبو زايد، يلا يا أبو زايد. حمد بن علي العويسي، السلام لأهل السلطنة، السلام لأهل السلطنة مع مجهولة، مع مجهولة. ولكن المركز الثاني، نشوف المركز الثاني، تقدمت سيادة فالح بن حمود بن مطلق البلوي، بن مطلق البلوي، ولكن زايد بن حمد، زايد بن حمد بن علي العويسي. سلام السلطنة، سلام، سلام يا الشاعر، سلام في هذا الاندفاع والانطلاق. سلام وتحية للشاعر حمد بن علي العويسي أبو زايد على هذا الإنجاز، على هذا الفوز. ومجهولة تنتزع ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني سيادة لفالح بن حمود بن مطلق البلوي، والمركز الثالث، ثالث المراكز هذه غيوم لمحمد بالدحبة بن قنزول العفاري. المركز الرابع صعايب لعلي بن سلطان بن علي الاكتبي، والمركز الخامس هذه اللي وصلت الريم ليابر بن عجيان الجحيش المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز. نزف التهنية والسلامات لأهالي السلطنة ولأهالي السلطنة، لأهالي بدية، كذلك لأهالي البريمي في أرض الجو في هذا المساء الجميل في هذه الانطلاقات. تهانينا زايد بن حمد بن علي العويسي على هذا الفوز. 7 دقائق 23 ثانية والسبع أجزاء من الثانية. تحية وسلام تضيف إنجازات على إنجازاتها السابقة بالفوز والناموس في هذا المهرجان الغالي. ناتي بالمركز الثاني مع مخرجنا في هذا المساء وفي هذا الانطلاق. 7 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، منتت بناموس وبأداء جميل الريم، الريم ولا الريم، لا لا لا، هذه سيادة، سيادة فالح بن محمود بن مطلق البلوي اللي حلت في المركز الثاني وقدمت الأداء الجميل. المركز الثالث، المركز الثالث 7 دقائق 26 و8 أجزاء من الثانية، محمد بالدحبة بن سعيد بالزفنة العفاري. هكذا تهانينا والناموس.